وسيم الأسد يلتقي مع تاجر مخدرات في دمشق، وفنانون يشتكون من تدهور أوضاع المعيشة بمناطق سيطرة النظام، وصحفية تركية تدافع عن السوريين وتقول إنهم سيصبحون أصحاب شأن في المستقبل. مواضيع نناقشها في حلقتنا من برنامج وسم، فأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج وسم، والذي نناقش فيه أهم القضايا التي يحكيها السوريون أو يعلقون عليها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. في خبرنا الأول، أحلى إخوة، هكذا علق وسيم بديع الأسد ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، علق على صورة جمعته مع تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيا حزب الله اللبنانية نوح زعيتر في فندق الشيراتون بدمشق. هذه هي الصورة، بالإضافة إلى حضور قادة من ميليشيا الفرقة الرابعة التابعة للنظام معهم. الصورة أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إليكم أبرز التعليقات عليها. تعليق أول من حسن رديف يقول: حسن جايب معه حبوب ممانعة وصمود وتحدي لمحور المقاومة. بينما يقول هيثم الجاسم ساخرا: سفراء السلام لهذا العالم. أما حمزة الوزير فيعلق قائلا: كله من وزارة المالية، لما رفعت أجور الضباط والمسؤولين؟ عم ينجبر مسؤولين البلد يشتغلوا دوام إضافي بالتهريب والمخدرات. تعليق آخر من حسام مرشد يقول: يعني ما عاد في داعي تثبتوا التهمة عليهم، لأنه العالم كله صار يعرف بأنهم تجار مخدرات. أما محمد دادول يقول: دولة يحتلها مافياوات المخدرات والجريمة المنظمة. إذن كانت هذه التعليقات ساخرة من هذه الصورة ومدينة لما يحصل في مناطق سيطرة النظام من تجارة للمخدرات. في خبرنا الآخر، تتعدد شكاوى الفنانين في مناطق سيطرة النظام من الخدمات، فلا يكاد يخلو يوم من منشور لأحدهم ينتقد أو يهاجم أو يناشد أو يكشف عن سوء معيشته ومعيشة السوريين عموما. ومن ذلك توقف الفنان حسام تحسين بك عن التمثيل للعام الحالي بسبب عدم قدرته على تحمل الأجواء الباردة خلال التصوير. الفنان عدنان أبو الشامات أيضا كتب على صفحته في فيسبوك هذا المنشور الذي يقول فيه الممثل عدنان أبو الشامات: ممكن حدا يفهمنا شو نعمل بحياتنا؟ الكهرباء ما عم تجي ربع ساعة كل أربع ساعات بمنطقة الميسات بدمشق. يقول عدنان أبو الشامات: لا بطارية بتشحن، ولا براد بيبرد، ولا غسالة بتغسل، ولا عيشة بتنعاش. والكلام لعدنان أبو الشامات. التعليقات مشاهدينا على أقوال هؤلاء الفنانين والشعب وحالة الشعب السوري عموما جاءت كالتالي. تعليق أول من عمار الحميد يقول: عمار الحميد، الأسد وجماعته قطعوا عنكم كل شيء، وأنتم من بداية الثورة لهلأ عم تأيدوها. إيه خليك بحضن الوطن، إن شاء الله يكون دافئ. تعليق آخر من مصطفى أبو حمزة، يقول مصطفى في تعليقه الذي رصدناه: الحل تحط على قناة الدنيا، وبعدين حط فيش البراد والغسالة، في احتمال كبير يشتغلوا، إذا ما اشتغلوا فدا الوطن ومالكي المزرعة. يقول مصطفى، والمزرعة ربما يقصد القبضة التي يحكم بها نظام الأسد. عبد الله مصلي يقول: هن عم يحاولوا يخلونا نتطور غصب عنا، ونصير نعتمد التركيب الضوئي والسبات حتى يقدر نسلنا يستمر عشرات آلاف السنين حتى بعد انقراض كافة أشكال الحياة عن سطح الأرض. تعليق أيضا من علاء عبد القادر يقول: علاء، الحمد لله بإدلب 24 ساعة كهرباء، نحن بنتعامل مع جهات خارجية. تعليقات إذن في مجملها ساخرة مما آلت إليه الأوضاع ومن سياسة نظام الأسد في التعامل مع الأزمات المستمرة التي تشهدها مناطق سيطرته.
للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الفقرة السيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والصحفي من غازي. أنت أهلا بك معنا سيد أحمد. كيف تابعت لقاء وسيم الأسد مع نوح زعيتر وسط دمشق؟ كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. يعني هو تحصيل حاصل كما قالت التعليقات المشاهدين والمتابعين على السوشيال ميديا. هذا النظام بالأساس هو نظام الكبتاغون المصنف عالميا والصادر بحقه قانون دولي أمريكي بما يخص ذلك، فلم يعد مستغربا على الأطلاق. بل إذا سلسلنا المسألة بشكل مبسط نقول في لبنان من يحمي المخدرات ومن يزرع المخدرات في البقاع؟ هم حزب الله وميليشياته، ونوح هذا هو جزء أساسي من حزب الله وتابع وبحماية حزب الله. وبالتالي إذا جاء لدمشق واستقبله الفرقة الرابعة ووسام أو وسيم الأسد وما شابه ذلك، إذن هو في بيته. الفرقة الرابعة تتبع في سوريا، في جغرافيا سوريا، إلى إيران، وحزب الله يتبع إيران. إذن المصدر واحد والممول واحد والآمر واحد. فشيء طبيعي أن نرى هذا اللقاء وليس غريبا على الإطلاق ولا يشكل استفزازا، لأنه أصبحوا معروفين ومكشوفين، واليوم يتم التعامل معهم دوليا على هذا الأساس وبالاسم. يعني القانون الأمريكي الكبتاغون وصف بشار الأسد بالاسم كرئيس النظام ومسؤول عن الكبتاغون وتهجير وتصنيعه وتطويره وتوريده إلى كل أنحاء العالم. واليوم بالنسبة للأمريكان أصبح خطرا يهدد أمريكا، لم يعد كما كان سابقا خطر يهدد الشعب السوري بشار الأسد وزمرته، بل أصبح خطرا عالميا إقليميا يهدد العالم. طيب سيد أحمد اعذرني على المقاطعة، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عموما ربطوا الصورة هذه بالمخدرات، فتندروا وقالوا أن قمة المخدرات ولقاء الكبتاغون وأن اللقاء سيبحث تطوير العلاقات بين الجانبين في هذا السياق، وكانت كلها تعليقات ساخرة في المجمل. لماذا هذا الربط بين هذه الصورة وإن كان نوح زعيتر تاجر يعمل في مجال المخدرات ومشتهر فيه، لكن هناك أيضا شخصيات أخرى في الصورة، لماذا ربط موضوع المخدرات في هذه الصورة تحديدا من قبل رواد مواقع التواصل برأيك؟ لأن كلاهما تاجر مخدرات، نوح زعيتر وسيم الأسد. يعني وسيم الأسد خلال الأيام الماضية عندما تابعنا أيضا كيف أن الجميع احتفل بميلاد ابنه بشار. يعني تصور، هو شخص مهم جدا في أسرة الأسد وشخص مهم جدا في الفرقة الرابعة ومهم جدا لدى الشبيحة في سوريا، وبالتالي هو الذي يشكل ثقلا على ما يبدو، على ما يبدو، وهذه ليست معلومات وإنما تحليل، أن في سوريا المسؤول عن معامل ومصانع الكبتاغون هو وسيم الأسد، والمسؤول عنها في لبنان وتوريدها أيضا هو نوح زعيتر. وبالتالي هي قمة بمعنى من المعاني، قمة عصابات الكبتاغون، قمة عصابات المخدرات بكل بساطة. فهي فاضحة مفضوحة تصل إلى الدنيا على هذا الأساس، ولا غرابة في ذلك كما قلت، لأنهم هم بالأساس أصبح الموضوع بالنسبة لنا علنيا، وهم معظم الاقتصاد في سوريا يقال أنه 70% هو أصبح من منتجات صناعة وتجارة وزراعة المخدرات في سوريا وفي لبنان. طيب كيف تقيم الآن الحالة الاقتصادية لهذه الطبقة المقربة من النظام التي شاهدناها في الصورة قبل قليل والتي تجتمع في أفخم الفنادق في فندق الشيراتون وسط دمشق، ولديها أفخم المنتجعات والقصور التي نرى صورها بين الحين والآخر، ولوسيم الأسد حصة منها؟ هذا هو حال تجار المخدرات في العالم. اذهب إلى أي بلد مشهور، كولومبيا أو سواه، من تجار المخدرات، ترى تجار المخدرات هم مرفهين جدا، يملكون كل شيء، لا يستطيع أحد أن يطالهم لأن تجارة المخدرات مربحة للغاية جدا، وبتسمى فإنه لا هم لهم وغير مسؤولين عن الشعب إن صح التعبير، حتى عن طائفتهم في الساحل السوري، فيما لو جاعت أو فقرت أو ليس لديها قوت يومها، هذا هم آخر ليس همهم، وآخر همهم أن يفكروا بقوت الناس وبالحالة المعيشية المنهارة التي وصل إليه البلد. وبالتأكيد هذه مسألة تنعكس بالضرورة على حال هذا النظام برمته. النظام كله هكذا يشتغل على أساس أنه فترة زمنية يستطيع أن يعبئ ما يستطيع ويكسب ما يستطيع ويترفه ما يستطيع. وهذه تصريحات تأخذنا أيضا إلى تصريحات أخرى مشابهة لأسماء الأسد منذ أيام، ولمسؤولين كبار في الدولة هم لا يعتنون ولا يفكرون أصلا في كل
ما هو واقع معيشي لدرجة أنه الإنسان غير قادر لا على تأمين الدواء ولا تأمين الكساء ولا تأمين المحروقات ولا الغذاء. هناك حالة معيشية منهارة لم تمر على سوريا منذ تاريخ نشوء سوريا حتى الآن. وفي هذه الحالة المعيشية التي أشرت إليها سيد أحمد، مسؤولي النظام يخرجون علينا بين الحين والآخر وينصحون الشعب بأسلوب عيش معين، ينصحونه بالصبر وتحمل الأوضاع. الآن إلى أي حد يستطيع النظام تفسير هذه الاجتماعات وهذه البهرجة واللقاءات الفاخرة التي تحصل وأيضا تجارة المخدرات؟ يعني أمر النظام لم يعد همه كيف يفسر أو يبرر، لأنه يعرف نفسه وكل من يعيش تحت حكمه يعرف أنه يحكم في البارود والنار، يحكم بالقوة ولا يحكم بالديمقراطية. بمعنى لا يهمه لا مجلس الشعب، ما يسمى مجلس الشعب، ولا كل المسؤولين في الدولة، هم عبارة عن أزلام أدوات يدوس عليهم ليستطيع الاستمرار في تكوين ما يسمى دولة. الدولة في سوريا أصبحت دولة فاشلة لكل المقاييس، ليس هناك فيها لا اقتصاد ولا فيها أمن ولا في حياة حقيقية، حيوات الناس صعبة للغاية، لا يستطيع الإنسان، وهو ما أشرتم إليه قبل قليل، حتى الفنانين النجوم لا يستطيعون العيش لأنهم لا كهرباء لا ماء لا محروقات لا غاز ولا أي شيء آخر. هذه مسألة كبرى. أنا برأي النظام هو ما زال يحكم بالحديد والنار وبدعم روسي إيراني واضح المعالم، ونشهد ونعرف كيف أن الروس والإيرانيون يقفون إلى جنبه وقت الطوارئ، والإيرانيون أيضا وقفوا وما زالوا يقفون، لكنهم أيضا يريدون مصالحهم، ومن ثم فإنه كيف يؤمن مصالح الإيرانيين في سوريا إذا استطاع أو إذا أراد أن يستمر في هذه الحيوات البائسة. أشكرك على مشاركتك معنا السيد أحمد مظهر سعد الكاتب الصحفي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما يتحدث به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامج واسم الذي نرصد فيه أهم ما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الصورة حازت على تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا في الشمال المحرر تحديدا، لسيارة صعدت فوق المنصف على ارتفاع عال جراء اصطدامها بحافة الطريق أثناء قيادة إحدى المتدربات للسيارة في مدرسة قيادة السيارات بمنطقة حزانو بريف إدلب. التعليقات على الخبر كثيرة ورصدنا بعضها وجاءت كالآتي. سدل نبهان تقول: بس بدي أفهم شلون طلعت هيك وشو بده ينزلها. هاشم سيد عيسى يقول: اسمها مدرسة، اسمها مدرسة يعني للتعليم، وأكيد ما في شيء بيخلى من الخطأ. يدافع هاشم وسط كثير من حالات التنمر والتندر. محمد خليل طبنجة يقول: محمد منيح يلي انقضت بالمنصف، منيح ما سوت مثل السخوي وطارت. طبعا حالة الطرق أيضا في سوريا معروفة، هناك صور كثيرة تنتشر الآن في هذه الآونة لحالة الطرق في إدلب تحديدا، والتي تحتاج للكثير من الإصلاح خاصة في موسم الشتاء. إلى تركيا، الصحفية التركية المعروفة بدفاعها عن السوريين في تركيا والرد على المناهضين لوجودهم ناجيهان ألجي، ردت هذه المرة على تصريحات زعيم حزب النصر المعارض المعروف أوميت أوزداغ الذي أطلق حملة تبرعات لترحيل السوريين وأتراك داعمين للسوريين. فقالت الصحفية ناجيهان: إن السوريين الذين يعيشون في تركيا منذ 12 عاما يتحدثون التركية أفضل من العربية، ولا ينبغي شيطنتهم وإرسالهم إلى مكان مجهول بالقوة. تقول كما أوضحت أن السوريين سوف يصبحوا أصحاب شأن في تركيا في المستقبل، مما يجعل تركيا غنية بتعدد الثقافات والأديان. تقول ناجيهان: إليكم هذه التعليقات على كلام الصحفية التركية، والموضوع أصبح رائجا لدى السوريين بشكل واسع وأيضا لدى الأتراك، كلامها بات متداولا بشكل كثيف. تعليق أول من محمد الخلف يقول: محمد كلامها واقعي بس ما أحد يرد عليها.
تعليق آخر من أحمد محمد أحمد، يقول أحمد: الله يكثر من أمثال ناجهان، هذه إنسانة وتعبر عن الأخلاق الأصيلة. معظم التعليقات كانت تمتدح مثل أحمد. فلة صالح الهلال تقول: بنتي حتى أيام الأسبوع ما تعرفهم بالعربي، وأخوها حتى بالبيت يغرد بالتركي. وتقصد فلة اندماج السوريين بشكل واسع داخل المجتمع التركي. تعليق آخر من هاشم أوز، يقول: هاشم، يلي بيحكوا عن السوريين إن كان معهم أو ضدهم، إن كان بيعادوهم أو بيدافعوا عنهم، كله كرمال يرجعوا ينشهروا ويصيروا ترند بعد ما العالم تنساهم. إذا كانت التعليقات متنوعة، معظمها يمتدح هذه الصحفية باعتبارها تقف مع قضية السوريين والشعب السوري في تركيا وتواجه الحملات العنصرية هذه الصحفية، وتعليقات أخرى ناقدة ربما ولو كانت بحد أقل بكثير. تنضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع الصحفية والباحثة السورية نبراس إبراهيم من إسطنبول. أهلا بك معنا سيدة نبراس. كيف ترين تصريحات للصحفية التركية حول مستقبل السوريين في تركيا؟ قالت أنهم سيكون لهم شأن في تركيا. مرحبا، شكرا لكم على الاستضافة. طبعا يعني في هذه الفترة نلاحظ أن هناك الكثير من الحديث عن موضوع التواجد السوري في تركيا. هناك مواقف سلبية ومواقف أخرى إيجابية، وهناك انقسامات واضحة بين الأتراك حول الوجود السوري في تركيا، لكن في العموم أصبح من الواضح أن هذه الانقسامات والتمترسات لها ارتباط بالمسألة الانتخابية، وهي مواقف سياسية أكثر بكثير من أن يمكن من أن توصف بأنها مواقف اجتماعية أو اقتصادية. طبعا هذا ليس التصريح الأول للصحفية التركية، كان هناك قبل ذلك مواقف أخرى أيضا تدافع بها عن وجود السوريين في تركيا، وليس موقف منها فقط، لكن هناك أيضا عدد من الشخصيات والأسماء التركية المعروفة التي تدافع عن وجود السوريين مقابل الحملات التحريضية للشارع التركي من قبل بعض الأحزاب السياسية التركية، وطبعا هدفها كلها بالنهاية هو دعم أجندة انتخابية خلال فترة ما قبل الانتخابات. طيب سيدة نبراس، هذه الأصوات التي أشرت إليها أصوات مدافعة عن السوريين بشكل عام، يوجد لدى المجتمع التركي الكثير من الأشخاص في كافة الطبقات الذين يدافعون عن السوريين، برأيك كيف يمكن أن تنعكس أصواتهم المدافعة عن السوريين على أوضاع السوريين داخل تركيا؟ طبعا من الضروري أن يكون هناك رد على الحملات التي يتم استهداف السوريين ووجود السوريين فيها وتحريض الشارع التركي بشكل عام. من الضروري أن يكون هناك بعض الأصوات والأسماء التركية المعروفة التي تدافع أو ترد على الأقل على الحملات الإعلامية، الحملات التي تسعى إلى تحريض الشارع أكثر فأكثر قبل الانتخابات. هناك عدد من الأشخاص كما ذكرت يعني لهم مواقف إيجابية، لها دور بالطبع، يعني فيديو قصير قد يحرض الشارع كله ضد السوريين، وبالمقابل حملة بهذا الشكل أو تصريح أو حقائق تؤدي إلى رفع الوعي في الشارع، إلى تغيير الموقف. والإعلام له دور كبير طبعا، وهذا يقع قسم كبير منه على عاتق الإعلام السوري البديل في الوصول إلى الشارع التركي، في دعم هكذا أصوات، دعم هكذا مواقف، ليتم على الأقل مواجهة ما يتم استخدامه ضد السوريين. طيب الآن إلى أي حد يمكن لحملة أوميت أوزداغ أن تلقى صدى في الشارع التركي ودعا لترحيل السوريين وحتى الأتراك المدافعين عن السوريين؟ تخيلي، وما مدى انتشار هذه الحملات برأيك؟ يعني هذا أيضا ليس الموقف الأول من حزب النصر، حزب النصر وقبل ذلك حزب الخير. هناك دائما من الأحزاب المعارضة يعني حملات موجهة تستخدم، هي هدفها الأساس هو الحملة الانتخابية.
ضد حزب العدالة والتنمية. ف أوميد أوزداغ يعني يحاول بشتى الوسائل وبطرق ليست يعني لائقة فلنقل أن يحرض الشارع، يحرض الرأي الشعبي ضد وجود السوريين في تركيا، باعتبار أن هناك بعض المواقف السلبية تجاه الوجود السوري ووجود الأجانب واللاجئين. كما قلت الهدف هو أجندة انتخابية لجذب الأصوات التي تعارض وجود السوريين في تركيا، ضمهم إلى حملة الانتخابية، لكن أصبحت هذه الأهداف واضحة لعامة الشعب التركي خلال الفترة الماضية. حتى كنت أرى في الأيام الماضية هناك ردود على حملته بأن بعد أن تخرج السوريين ماذا ستفعل؟ فيعني مشكلة تركيا كلنا نعلم، والكثير من التركيين الأتراك باتوا يعلمون أن مشكلة تركيا هي ليست السوريين وليست وجود السوريين. فوجود السوريين في تركيا بالأحصائيات الرسمية التركية رفع من الاقتصاد التركي، رفع من حركة السوق، يعني 3 مليون 4 مليون أو حتى يمكننا نقول 5 مليون مستهلك، خروجهم حتى من تركيا سيؤثر على الاقتصاد التركي. طيب. يعني 5 مليون مستهلك للسوق ومنتج أيضا، يعني في غازي عنتاب الشركات السورية أكثر من الشركات التركية، المؤسسات، المعامل، المراكز التي افتتحها السوريين، اليد العاملة التي تعمل تقدم للتركي. يعني حتى سيدة نبراس، حتى لو لم تجد هذه الحملة تأثيرا وتغييرا على أرض الواقع، لكنها تنتشر، حملات يطرحها أوميد أوزداغ وغيره تأخذ صدى في الشارع التركي وإن كانت بغض النظر عن نتائجها وتوابعها. لكن على الطرف الآخر، حملة ناجيهان ألجي الصحفية التركية وأمثالها من المدافعين عن السوريين، من خلال هذه التصريحات، لا نقول إنها حملة، تصريحات مدافعة، إلى أي حد تستطيع هذه الحملات أن تنتشر وتلقى صدى في الشارع التركي وأمام الناخب التركي؟ نعم، كما ذكرت لك يعني لها دورها، يعني عندما يكون هناك توجيه وتحريض باتجاه معين دون أن يكون هناك تصريحات، فلنقول إن لم تصل إلى حد الحملة، لم يكن هناك مواقف من أشخاص أتراك لهم اسمهم، لهم وجودهم، لهم أهميتهم وشعبيتهم لدى الشارع التركي، سيستمر رفع مستوى التحريض بالاتجاه الذي يرغب به الطرف الآخر وهو الطرف المعارض في النقل أو الأحزاب المعارضة. فالحملات والمواقف والتصريحات كلها بشكل طبيعي ستؤثر، يعني ويجب أن تكون أكثر من ذلك لتصل لعدد أكبر من شرائح المجتمع التركي. ولها دورها طبعا، الإعلام هو أهم الأدوات التي توضح الحقائق للشارع ويعتمدها الشارع كمرجع، وتؤدي بالنتيجة إلى تغيير في الرأي، تغيير في السلوك، تغيير في المواقف. طيب، بعجالة سيدة نبراس، نريد منك توقعا لمستقبل السوريين في تركيا خلال الأشهر القليلة القادمة، وتحديدا بفترة ما قبل الانتخابات. هناك مخاوف كثيرة لدى السوريين، ما الذي سيحصل في الخطوط العريضة؟ الوجود السوري في تركيا مستقر نسبيا، يعني وفي الغالب العام سيستمر هذا الاستقرار فيما لو فاز حزب العدالة والتنمية، وستستمر السياسة التركية التي ترى أن عودة السوريين مربوطة ومرتبطة بحل سياسي وباستقرار وعودة آمنة. وإن فازت المعارضة ففي الغالب سيكون هناك تغيرات في الموقف التركي ضد التواجد السوري، لكنها لن يمكن أن تكون تغييرات جذرية راديكالية أو سريعة أو متطرفة، لأن المجتمع التركي والتوازن الاقتصادي والاجتماعي يتطلب أن تتم معالجة هذا الملف بشكل إنساني وعقلاني وسياسي عادل وعلى مراحل تستغرق مدة من الوقت. وبطبيعة الحال وجود السوريين هذا في تركيا مرتبط بشؤون دولية، تركيا ملتزمة بها بمعاهدات دولية، بالتزامات ومواثيق مرتبطة بالجانب الإنساني، فلن يتم ترحيلهم دفعة واحدة يخرج 5 مليون سوري من تركيا. من سيتم ترحيلهم؟ قد يكون هناك يعني ولا، والآن بدأت يعني نعرف جميعنا أن هناك ترحيل عدد من الأشخاص تم ولا يزال قائم هذا الأمر، لكن هو ليست أعداد ضخمة يعني، ولا يتم ترحيل بالقوة. يعني في الغالب العام يتم تخييرهم بين المخيمات أو العودة، وبعضهم يختار العودة، لكن من يتم استهدافه أو ترحيله أو يكون له مشاكل أساساً، عنده مشاكل قانونية، عنده يعني مشاكل في الإقامة، مشاكل في أمور معينة، فهي ليست يعني موجهة عملية ترحيل لكل السوريين، ولن تتم على المدى البعيد بهذا الشكل.
أشكرك السيدة نبراس إبراهيم الباحثة والصحفية السورية، كنت معنا من إسطنبول، وكنا نتمنى أن نتحدث مطولا حول هذا الموضوع لكن عذرينا لضيق الوقت. شكرا لك. شكرا لكم. والآن مشاهدينا مع فقرة من أقوالهم التي نرصد لكم فيها آراء وأفكار متعددة من مواقع التواصل أو أحيانا في ذات السياق. لدينا تغريدة أولى من الصحفي السوري غسان ياسين، كتب تغريدة على تويتر هذا نصها، يقول فيها: تفاءلوا، لا تعني أن أمرا ما عظيما قادم وأننا دخلنا ذاك النفق المضيء. تفاءلوا، يقول، تعني لا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تفقدوا الأمل وتجعلوا من الهزيمة عنوانا. والكلام لغسان ياسين. جورج صبرا المعارض السوري البارز يقول: في الوقت الذي تتصاعد فيه نغمة المصالحة والتطبيع معه، يقصد نظام الأسد، أكدت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بموقف موحد موقفها من التطبيع أو من النظام السوري، لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات ما لم يشارك بشكل فعال في الحل السياسي. ويتابع جورج صبرا ويقول: لسان حال السوريين يقول قول كالعسل، فهل يكون الفعل مثل ذلك؟ كذلك تغريدة أخرى رصدناها من المعارض السوري أحمد رمضان وعضو الائتلاف سابقا، يقول أحمد رمضان: إجماع أوروبي أمريكي ضد التطبيع مع سفاح سوريا ورفع العقوبات عنه وإعادة الإعمار دون حل سياسي. يتابع أحمد رمضان في قوله في التغريدة ويقول: انكسار روسيا واختناق إيران يصيب نظام الأسد بوهن شديد، والاقتراب منه خطأ استراتيجي، ومحاولات إنقاذه ستبوء بالفشل. يتابع: نتحدث الآن مع أطراف معنية حول البديل الديمقراطي بمشاركة واسعة. إلى هنا نكون قد وصلنا مشاهدينا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج وسم. لا تنسوا متابعتنا على منصات حلب اليوم الرسمية الظاهرة أمامكم على الشاشة. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.